يجتمع الصوت بالشعر فإن التأثير يبلغ أقصى مداه ويصل إلى أقصى نقطة بالوجدان، فيحرك الشعور الولائي ويستنهضه إلى حيث العشق. هناك حيث علي عليه السلام، وهناك حيث الشاعر الأستاذ مهدي عباس المطوع أو السندي، نرحب به في هذه الأمسية وسيقدم لنا مزيجا جميلا من الشعر والصوت الحسن. هو المداح والرادود، وأيضا هناك مسميات قديمة كانوا يسمون نهام أو طرماح أو أسماء أيضا عديدة. نستقبل الأستاذ مهدي عباس وبسؤال: أستاذ مهدي، أين تجد نفسك أكثر، مع الكلمة أم مع النغم والصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت يا عزيزي، ولكن من الصعب، فهما نعمتان عظيمتان إذا فاز بهما الإنسان فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله على هذه النعم. لذلك دعني أرد عليك ببعض الأبيات. صلوا على محمد وآل محمد. مدحي مدحي لآل محمد أسيادي، مدحي لآل محمد أسيادي، عملي إلى يوم المعاد وزادي، نعم عملي إلى يوم المعاد وزادي، هو جنتي هو جنتي في ذلك اليوم الذي إذ فيه تسود الوجوه وإذ تغل أيادي. ويفوز بالجنات فوج المتقين، ومن هم صدقوا ووالوا سيد الزهاد، قوم إذا ذكر الحبيب المصطفى صلوا عليه وآله طه النبي الهادي. أقول على رغم من لا يطيق، أقول على رغم من لا يطيق سماع مدائحنا في علي، متى أصبح المدح يا عاذلي يليق بغير الوصي علي، متى كمل المدح في وصفه، وهل يبلغ المدح معنى علي؟ تجف البحور
تجف البحور ولو صيرت مدادا وحبرا لمدح علي. علي علي وبيت الإله احتواه وشق الجدار لأجل علي. علي ومن ذا يضاهي علاه وأين المعالي وأين علي وأين المعالي وأين علي. علي لماذا علي لماذا لماذا علي ولا تسألونا لماذا علي. علي لماذا لماذا علي ولا تسألونا لماذا علي. سلوا خاتم الأنبياء لم علي سلوا وحي ربي لماذا علي. سلوا المصطفى والكتاب المبين لأي الأمور والي علي. فرغما على أنف من ينكرون ولاية مولى البرايا علي. فرغما على أنف من ينكرون ولاية مولى البرايا علي. سأجعل مدحي فيه يطول وأذكر في كل بيت. فرغما على أنف من ينكرون ولاية مولى البرايا علي. سأجعل مدحي فيه يطول وأذكر في كل بيت علي. فيا أرض قر اشهدي يا سماء بأني ذكرت أميري علي. ذكرت أخا المصطفى ومتى ذكرت عليا ذكرت العلي. يحق لمغاز الحروف القصايد يحق لمغاز الحروف القصايد إذا تهوى علي وما تهوى غيره. يحق لي ويا القوافي أسهر الليل على سكرة عشق متروسة غيرة. يحق لي الليل ما نامه يحق لي الليل ما نامه لجل بيت أكتبه والفجر يطمع بغيره. ومعك البيت أسجد سجدة إخلاص وأقول أن ربي عظمت الشعيرة وقولا ربي عظمت الشعيرة. يحق لي من الحروف يحق لي من الحروف أخذ مواثيق وخليها لعلي كلها أسيرة. يحق لي من الحروف أخذ مواثيق وخليها لعلي كلها أسيرة. وحذرها تخون العهد وياي
وحذرها تخون العهد وياي وقلها الخاين جهنم مصيره. علي هذا علي، علي هذا علي، علي هذا علي، ويا حروف تدرين حياتي بلا علي تصبح حقيره، حياتي بلا علي تصبح حقيره. لذلك لذلك قومي 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 خلنا نغيض عذال، لذلك قومي خلنا نغيض عذال، نقول اش خانت المنت أميرة، نقول اش خانت المنت، نقول اش خانت المنت أميرة، نقول اش خانت المنت. صلوا على محمد وآل محمد. شافني شافني أذكر علي ليل ونهار، ما قدر يصبر جنون انتابه. شافني أذكر علي ليل ونهار، ما قدر يصبر جنون انتابه. ومن قلت حيدر علي خير العمل ارتفع ضغطه وكل شيء صابه. هذا حاله، هذا حاله، وتوني بادي بالأبيات، شلون من أذكر علي بالقابه، شلون من أذكر علي بالقابه، شلون شلون من أوصل الكلمة بس علي تهقى يصبر لو يشق ثيابه. وانا سميت القصيدة بس علي، وانا سميت القصيدة بس علي، وانا شيعي خلي يحط في حسابه، بس علي مولاي، مولاي علي، وغير حيدر ولي ما ارضى به. علي خير الناس، علي خير الناس من بعد النبي، وغير لو نفسي هوت كذابه، وغير لو نفسي هوت كذابه. بس علي، بس علي، بس علي، وكل القصيدة بس علي. خلنا نختصر، بس علي، بس علي، وكل القصيدة بس علي. تجيه جلطة لو أواصل يا بي. بس علي، بس علي، وكل القصيدة بس علي. تجيه جلطة لو أواصل يا بي. بس علي معود نادي بس علي، وعلي بالشدات أطرق بابه. بس علي والما يعجبه، بس علي خلي راجع أصل بطن الجابة. بس علي والما يعجبه، بس علي رغم أنفه علي بتغنابه. بس علي، بس علي، وموت بقهر يا عادلي، بس علي وموت بقهر يا عادلي، والله يلعن فكرك وإرهابه، والله والله يلعن فكرك وإرهابه.